إن حياة الإنسان مرهونة على أمه وأبوه، ولا فائدة للحياة من دونهم، ولا طعم للحياة من دونهم، ولا راحة بالحياة من دونهم. هم كل شيء وأهم شيء. وجودهم في حياتنا يعطينا الراحة والاطمئنينة والإصرار والتحدي لمواجهة الحياة رغم صعوبتها وقساوتها، ولكن دعائهم يشعرنا أن الدنيا حلوة، وما أجمل أن تقعد الصبح وتشوف أمك قاعدة قدامك وتعرف وقتك بالثواني وما تحتاج أي منبه، جالسة ومحضرت لك الريوق ومبتسمة وتوصي بيك ابن الحبيب البس شي ثخين لأن الجو بارد، ومن تطلع للشغل تذب وراك مي وتبقى تدعي لحين ما ترجع مرة ثانية للبيت بالسلامة، ورا ما طلعت للشغل ترجع لشغل البيت وواجباته من تنظيف وطبخ وتروح للسوق مثل الساعة لا تمل ولا ترتاح، وتبقى تنتظركم لحين ما ترجعون كلكم وسد الباب وشوفكم ملتمين على السفرة، واحد لازم ظهر الثاني، هذه السعادة عدها لا تقدر بثمن، وتبقى على هذا الحال لحين ما تكبر أولادكم واحد واحد وينحي نظهرها وتبيض عيونها، ورغم كل هذا تبقى معطاء. لا تمل ولا تضوج، والدعاء مستمر لحين ما تفارق الحياة. الأم عظيمة بكل معنى الكلمة، واسأل اللي فاقد أم محروم من كل اللي ذكرته، الله يكون بعونه. البرنامج مستمر بالعطاء والتحدي والإصرار لإنقاذ الناس، كل يوم نبذل جهد أكبر لإنقاذ أكبر عدد من الناس، هذه هي رسالة الإنسانية لا غير. أثناء تواجدنا بداخل دار فرح لرعاية الأيتام جاءت أن مناشدة من أمرأة كبيرة بالعمر وحالتها حالة واصلة مرحلة تكسر القلب والخاطر، والكل ترك وحيدة بهذه المعمورة. حياك الله أمي، شلون الصحة؟ طول عمرك أنت شلونك؟ الله يطول لي بعمرك خلي إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. أم من أنت؟ أنا أم دعاء. على راسي يا أم دعاء. شنو اللي صار وياك؟ شنو اللي جرى عليك؟ أستاذ إحنا بالبداية يعني كنا 6 بنات و4 ولد. زوجت بالتسعينات بكبر تزوجت. إيه. الله رزقني ببنية واحدة. كانت عندي أخت. كنت أدفع لها إيجار 500، وكانت بالتسعينات 500 مو سهلة واحد يدبرها. صح. كان زوجي مقاول، كنت عايشة نعيم الله. تمام. كنت والله أنا أساعد يعني الناس بذاك الوقت، فتجيني والدتي راحتها من الدار حقها يوم أريد على مود شذا وصلاح، يوم بعد لا ترحين عليهم أي واحد، لا ترحين من أخواني أخواتي، أنا تجيني أنا أعطيك 500، فتجي أعطي 500. يوم من الأيام عزموني ببيت أهلي، يعني رحنا أنا وزوجي، بعد كنت ما جايبة أنت ابني ما جايبة دعاء، جيت للبيت لقيت شغلات مال البيت مالتنا مو نفس الوضعية، وهاي الشغلات يعني بالبيت مثل ما يقول لي خالة بإيده يعرف من اللي لاعب بيها، فشفت شغلات خالة فلوس 50 ما لقيتها بال خالتنا بزاوية مال الملابس ما لقيت الفلوس، بعد شو سوي زوجي كنت متزوجة جديد بعد من صغيرة عندي أطفال انت ابني، فقام يقول لي شلون والفلوس وين وديتيها، هو ماخذ عمارة مال ابو من اخذ الفلوس؟ اختي سال هي وزوجها اللي ادفع لها 500 ايجار. ليش تدفعي لها؟ وهي ما عندها زوجة ابن خالتي. فانت قربة لوجه الله تدفعي لها 500 الايجار؟ نعم. طيب ليش تدني نفسها وتاخذ فلوسك؟ من اجت عندنا جوارينا ابو ياسي الله يذكره بالخير، واذا توفى الف رحمه على روحه، فقال لي جت اختك وزوجها فتحوا الباب مثل ابو البيت فتح الباب، فتفاجئت انا ما عندي مشكله ويا اختي ولا عندي مشكله ويا ايه، يعني دائما يجون ادعمهم ما عندي وام اشكال، لما ما
قلت ماكو فايدة هذا، شدي يحكي أبو ياسين خل أروح الأهلي. فرحت الأهلي صراحة، أنا من رحت صارت وجوه صفر، تغير الوضع. يا بشلون المهم تلقتني قالت لي إيه هسه إن شاء الله ما زال عرفنا حشا السامع الباقي إن شاء الله ترجع الفلوس. وعلى هالمرة ما رجعت الفلوس، سوت دعوة كيدية ذبت زوجي بالسجن 7 أشهر. زين زوجي منا ما بيوقع فلوسه مال العمارة مال كاظم الساري بالمنصور، وفاتح يعني مثل ما يقول حافر وما خلى ركائز حديدية منا ومنا، يعني العمارات تقوب. زين 7 أشهر كلها كل شيء ما لا ماخذ ولا منطق. هاي بيا سنة دخلها. هاي بالتسعينات استوى. ايه وفوت شهرين اجى، انا طبعا ما مطلقة، قال ارد اشتري ملابس البتي، فهي بقت بقلبه اجى علي اخذ بتي وطلع. انا سابقا كنت موظفة بس عندي اخواني صاروا يعني بعهد صدام من عدمه فطردوني، فمن راح اخذ بنتي. بعد بقيت استاذ تقريبا من 2005 اخذ جهالي، بنتي راحت. وين اخذها؟ اخذها طلع خارج العراق. وما تدري؟ ابد استاذ ابد، يعني بالتليفون، كان تليفونات ارضي هسه صارت هاي التليفونات. وبيت ابويا بعد انباع، يعني بيت مال ورثه جميله، فما عرفت. خابرني بالتليفون كان اقول بنتي الناس اللي باقوني ما اخلي بنتي ربوها، يا بان شعلي انا هم عزمت وياك يا ماكو ما فات. بقيت استاذ تقريبا بال5 سنين ابكي الطم، وين ما يقولوا لي دعاء هيجي عامر هيجي بهالمكان اروح ماكو فايده. فزوجي عافي من 2005. وين راح؟ طلع استاذ يعني اللي يجيني الاخبار يقولون خارج العراق، لانه يعني اروح اسال يقولوا لي اخوتها يعني يمنا بالكفاح. رح سالت عليها قالوا يلا يابا شفناش ما شفناه، ما لهم خبر عليه. طيب من 2005 لحد هاي اللحظه ما توصلت لنتيجه؟ ابد. ما حجيت ويا بنتك؟ ابد. ما شفتيها؟ ابد والله يا استاذ، هسه اذا تلاقيني بنتي بالشارع كل شيء. الله اكبر. حق الاكبر يا استاذ، ابد والله يا يما ما اعرف. فش اسوي؟ انا كنت بذاك الوقت مو هاي يعني كنت قويه مثل ما يقول، قلت خل ارجع وين اروح؟ فرجعت الاهلي. من رجعت الاهلي تعرف اني بعد صار مال السقوط حشاكم هاي الكلمه، فرجعوا المفصولين من الدائره. فرجعت. وين تداومين انت؟ انا استاذ اداوم بوزاره التجاره، تعينت بال80s. ومن عدمه واخواني طردوني بعد احنا تعرف ذاك النظام السابق، فرجعت من صار السقوط مال. كنت مفصوله؟ نعم. طيب من رجعت للدائرة شو تحسنت وضعيتك؟ تحسنت أمورك؟ أستاذ أنا عندي خدمة من هناك بالسوق الثلاثة 10 سنين، لأن أنا تعينت بال80s. نقلت السوق المستنصرية، وبعدين نقلوني الأرز من مدينة الصدر، هاي بعهد ذاك الزمان. بعدين أنا من مثل ما يقول رجعت 2005، فقبل مو بكيفنا نتحكم بالمكان اللي نقعد به، فقبل ذبوني بسوق الثلاثة المستنصرية. فمن هاي يعني صارت الواحد بكيفه وين ما يصير، فنقلت الأرز مال الشعب. وأرز الشعب ب 2013 قاعدة بأمان الله. شو يقولون أنت انتهت خدمتك؟ يا بان شو انتهت خدمتك؟ أنا جندي وانتهت خدمتي. قال لي أنت انتهت الخدمة مالتك، لازم اليوم تطلعين ما تبقين بالدائرة. يا معودين. منو قال لك؟ أستاذ المدير مالنا وجابته، يعني مثل ما يقول هو خريج ابتدائية خلوه مدير. فلعب بالدائرة لعب، وبالدائرة مع الأسف ولا وحدة شهدت وياي، بحيث ما أخذ تلفزيون أستاذ. أنا أمينة مخزن، ما أخذ تلفزيون من عندي. أنا قلت له أستاذ أنا ما أخذ سلع معمرة، على أي أساس أنا أدفع 70 لحد 700؟ 700 أنا مو سهل علي أدفعها، فما أقدر. قال لا، مو أنا كواحد أريد أشتري تلفون وباسمه، فما قدرت. فأخذت التلفون باسمك، التلفزيون يلعب أستاذ. زين التلفزيون انا ادفع كل شهر 70، وانا ما منين اخذه؟ استاذ مشتري من عندنا، احنا عندنا سلع معمره. يعني اللي يجي مثلا تلفزيون ثلاجه طباخ يشتري يسموها سلع معمره، ويدفع كلها كل فتره يدفع من الراتب. من الراتب نعم استاذ. هو ما اخذه باسمك؟ هو ما اخذه باسمي. وما تدرين؟ وما ادري والله يا استاذ. وكل شهر 70. فانا مش شفت هيك، قلت استاذ انا راتبي ما شاء الله، تعرف وزاره التجاره رواتبها مو ذاك الرواتب. فاقول ايه مو انا ماين عليك وادور على شخص اخذ باسمه، وين لقيته؟ فاخذت باسمك. قلت له انا شنو ذنبي استاذ ادفع 70 كل شهر لحد 700؟ زين وراها الدور هاي مال الفصل
انفصلت، بس قابلت اربع وزراء والله انا مسؤوله، وما احكي لك هيجي ابني اجيب لك وثائق يعني. ليش فصلوش؟ سن قانوني لو لا والله استاذ لا سن قانوني، باعوا الدرجه مالتي بدفترين، الله شاهد ورقي، انا مسؤوله عن كلامي امام الله. وطلعت تقاعد لو وين؟ كل شيء ماكو استاذ، هسه تجيك شغلت استاذ. من قالوا لي يابا روحي راجعي ترى يضيعوك، ركضت قابلت اربع وزراء من ضمنهم استاذ جميل كان علينا وزير وعلى وزاره التخطيط وكاله، راحت على الجبوري واثنين صراحه ما يذكرني محمد ايش سوى لك والله استاذ قدم الطلب وقفت يمهم ولا عبالك بشر وطوني كتاب ولازم ترجع ومكتوب عليه عاجل جدا مهم وعاجل جدا، وانا يا ابني اجيب لك الاوراق موثقه بالحكي مو هيك شو ما كان. يابا انا جميل استاذ جميل اعطاني ورقه 2017 رجعت للدائره، ليش ما ترجعوني؟ ماكو رجعه ماكو، ولا كانما وزير وقع ولا اعترفوا بالتوقيع مالي. وين صايره هاي الدائره؟ وزاره التجاره استاذ بمصر. ودائرتك شنو اسمها؟ هي استاذ وزاره التجاره نفس الوزاره؟ لا انا بالشركه العامه للاسواق، لان احنا مو على الاسواق المركزيه، والمركز الرئيسي وزاره التجاره. يابا ارجع يابا انا والله اتريق ما اتغدى، يا معودين انا من استاذ زوجي راح واخذ بنتي زين، يم اهلي ظروف صعبه زين، اهلي همينا ولدهم راحوا وما عندنا معيش إنا ما عندنا مصدر رزق. قلت لهم والله اني اروح اشتكي ما اروح اشتكي. دز علي من هو؟ دز علي محمد حنون ممثل وزاره التجاره. سلام عليكم السلام استاذ، انا هاي وهاي شغلتي وانا هيجي وانا ما عندي غير الله وانت. اي اسوي يا استاذ التقاعد اللي منتهي خدمته استاذ الا 20 واللي مستمر بالخدمه الا 15. سوالي 2016 انا فصلوني 2013 يعني صارت 13 سنه. رجعني محمد حنون على اساس اروح على التقاعد استاذ 2016، يابا رجعوني والله واني مسؤوله امام الله، رجع خمسه قدامي واني ما ادري يعني مدعانت بذاك النظام انفصلتي. نعم استاذ وبهذا النظام انفصلتي، يعني ما ادري شنو الفرق بين هالنظام وهالنظام. طيب يعني انت عندك اخوه شهداء؟ نعم استاذ وعندي هوي اوراقهم وشنقه حتى يعني المول، يعني شهداء من درجة الاولى. نعم استاذ ورحت الامانه وعندي حتى عندي هويه كل شيء اجيب لك اياه والله يا استاذ. الناس عندهم شهداء من درجة الخامسه مشى صاروا وزراء. نعم استاذ واني على اساس انت درجة الاولى انفصلتي بذاك النظام. نعم. ورجعت انفصلتي بهذا النظام لان وحيده. ايه. لان مالك احد ما عندي ظهر والله، باعوا الدرجه مالتك. ايه والله مسؤوله عن كلامي، باعوا الدرجه مالتي بدفترين الله شاهد ورقي. طيب هذا الوزير السوى لك هسه جديد؟ ولا هاي استاذ ليش كذب؟ لان قابلت اربع وزراء بعد يعني صراحه ما عندي ثقه يا وزير نروح اربع وزراء كل وزير وزير. اخر شيء رحت حسين عرب نائب بالكراده لان اختي هناك عندها شقه، قالت لي اكو هذا حسين عرب هاي روحي له. هم رحت شاف الاوراق مالتي 2016، الرجال جزاه الله الف خير قال انت عندك موافقه مال الوزير، يعني كان عنده اجتماع حتى اجتماع ما حضره ذاك الوقت. فقال لي شلون؟ قلت له والله استاذ هذا الشيء. قال لي ولا اعترفوا ببرقتك؟ قلت له ولا اعترفوا ببرقتك ولا رجعوني ولا اعترفوا حتى ببرقه الوزير. بقيت يا استاذ جيت محمد حنون، يابا محمد حنون انت ممثل مثل ما يقول الناطق باسم وزاره التجاره، يابا ذولا رجعتهم خمسه، انا ما تصير عندي اساس استاذ متوقفه شغلتي على سنه. سنة لأن أنا عندي 19 وبينما أنا أثق بالله ومحمد رسول الله، هي أجتهم إن شاء الله ما زال الله وصلني يمك، خدمت أنا 27، ليش؟ بالثلاثة 10 سنين، بالمستنصرية 5، زين، عندي بهاي الأورزي مال مدينة الصدر يقول مدينة الصدر والأوراق اللي عندنا احترقت. يابا رجعوني، طيب رجعوني بس سنة لأن أنا تعبت، يعني تقبلون بهذا عمره أقب بالتروفكلايتات أجدي؟ غيرة ما عندكم حش الحضور انسانيه. ويقول لي والله شو اسوي لك انا هسه 2016 راح سحبها محمد حنون، هم يسوونها وهم هم يسودوها وهم يبيضوها. سحب اوراقي قدموا لي الطلب للتقاعد 2020،
فدزوا علي قالوا يا بي اكو ضمان اجتماعي، انت ليش عندك 19؟ فال 19 ويا الضمان الاجتماعي تصير الضمان الاجتماعي، انت بعد انت يعني مثل ما يقول ابني تفهم وتعرف. الضمان الاجتماعي رحت للدائرة وزارة التجارة، لقيت كل قاعدة هيئة من الضمان الاجتماعي، فسولفت لهم القصة مالتي، قالوا ايه يصير كتاب من 16/13/6 لهالآن الأحد كنت بوزارة التجارة لحد اليوم الكتاب ما مطبوع. ومن يدزهم عليها دزني عليهم الأستاذ مالك، فرجعت الأستاذ مالك قلت له أنا من 16/13/6 لليوم يعني كتاب شهرين يطول، يعني أستاذ بس قل لي يعني أنا مرة قلت لكم أنا صارت 13 سنة قلت لكم أقبل الترفيت هاي تاتا جدي تقبلوها، أنا خريجة تعبانة على نفسي أقبل الترفيت لايت بهذا عمري أجدي، زين أنا ليش درست وتعبت وليش وصلت وأنا مينك مخزن تقبلنا يا ابني 4000 لقيت بسوق الثلاثة والله العلي عم الله وإيدي والجنطة وبنية حد الآن أتذكرها ودال قلت لا تبكين ولا تضوجين لقيت 4000 وذاك الوقت 4000 إيش قد تشتري بيها وإيش قد تسوي بيها رأساً كانت مدراء رأساً أستاذ طالب سوالي كتاب شكر زين إحنا موظفين زين غير هاي نلقاها بالحاسبة لا ماكو شيء بالحاسبة لا ماكو أي شيء هسا قدمت على ضمان الاجتماعي يابا ما تردوني ضمان اجتماعي ما يخالف انطاها الأوراق أستاذ مالي قالها هاي أمجاد مظلومة وهاي خطية شوف الشهرين رحت لها تقول إيه وديت الأوراق لأحمد عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق يريد فلوس زين أنا ما عندي فلوس داز لي شرطي ما شنو الفلوس يريد فلوس يعني يريد 10 أوراق يلا أنا شلون هذني رشوة ولا شنو نعم أستاذ رشوة هذني جني والله ما عندهم خدمة مثلي ومثل ما يقول اللي الشيء ما ماخذ بي إجازة ينحسب إلك زين أنا سنة يا ناس سنة رحموني هسا أقول ما شنو منصب هذا أحمد عبد الرزاق هذا أستاذ هو شلون كل دائرة بيها يعني شلون واحد مسؤول على التقاعد هذا هو مسؤول على التقاعد وين بالشركة العامة الأسواق المركزية صب 52 تعطي 10 أوراق طلع اشتقاعد نعم أستاذ إجاني واحد قال إحنا يعني شلون بيناتنا ماخذين مرة منهم وبيناتنا قلت له أنا ما أنطل 10 أوراق إذا ما يجي هو أشوفه يعني توافقت تطينا لا والله أستاذ ما وافقت بس أنا أعرف كذا قلت له أنت ماخذين من عندهم مرة أنا أريد أشوف يعني شلون مثل ما يقول جو العباء ما تشتغل عند هاي زين انت ده شوفنا انا مفصوله منين اجيب 10 اوراق منين اجيب 10 اوراق واللي دفع واللي دبر امره مشي وانا لحد الان هسه يا قبلنا بالضمان الاجتماعي اسماء تقول لي انت هي طببتنا على اللجنه وهي قالت لي بس اتفقت ويا احمد كلها اتفاقيه عليه وحق هذا الله كلها بوق ونهب ومن اقول لهم انا مره انا تعبت طفح الكيل وكم يوم عاودين والله ما عنده تريق ما اتغدى طيب ما باذن الله احنا حتى اكون صادق وياك ان شاء الله يا ربي الامور طيبه هي لو خليت قلبت امي والله استاذ انا وصفوني يعني قالوا لي عليك انت على راسي وتامرين انت يا ابني على راسي قالوا لي تروحين للاستاذ علي حتى هي هاي اسماء قلت لهم ان شاء الله اليوم لو باكر انا ما اندل مكانك ليش اكذب ما اندل مكانك ناس طيبة قالوا لي أكو عنده مكان بالحبيبية أكو عنده مكان فرحت ما أكذب عليك ما اندليت إلا قالوا لي عنده مال فرح مال أيتام دار فرح يجي يوم اللي أطلع ويا أستاذ علي ويشوفوني باللقاء لأن أنا بعد يعني ما طيب هسه احنا إن شاء الله الأمور هاي وصلت الرسالة أنت هسه كسكن وين ساكنة والله يا أستاذ أنا عندي أخت يعني زي ما يقول عندها بيت ملوك وعندها شقه ملوك وطردتني من البيت قالت لي ما اريدش بالبيت الله اكبر وحق الاكبر يا ابني والله الدنيا خربت عندي اخت اصغر من عندي مواليد 64 رحت عليها استقبلتني ما تلوي شو هاي اختي يوم عن يوم لان طفح الكيل هم تقول لك عظم من ادم ثقيل للاسف واركض وتدعمني بالماده ما تلوي تدعمني روحي راجع روحي همين يقول لك هاي دارة كلها عشان سامع كذب بكذب كشفت وزارة التجارة كلها كذب بكذب عشان ما أقول بك ملت من نتايا ملت أختي فقاعدة بالهول يوم من الأيام بتها بسليمانية جدتي هاي القاعدة عدها تقول لي أنت
الدائرة مالتك ما بيها فايدة. وأني صراحة شنو أنت قاعدة بالهوت تتفرج على التلفزيون؟ قلت لها وين أقعد؟ قالت لا والله أنا بعد ما أريدش تكون عندي. للأسف. إي والله يا أستاذ. فأنت هسه مزحت إيدك بالحياة. كل شيء ماكو. لا بيت ولا أولاد ولا رجال. عندي بيت مال حواسم، إذا أنت ابني بترحمني. دفعوا لكل واحد 15 نبيل ومحمد أبراج الهادي. أنا كنت بحي تونس. أختي من طردتني وطردت بنت أخويا. وين نروح؟ شرف عزيز. هاي بالكلية وصيتها من الرضا للكلية بنت أخويا. خليتها بش اسمها هاي الساد التربية الأساسية. لأن يعني ما طلعت معدة، طلعت معدة 57. زين. هاي عندي فلوس مال أبويا. فلزمت هذا البيت اشتريته والله اشتريته مشترى. والمختار موقع. وكلها انطوها 15 وانا فلشوها سوا؟ فلشوها لا ثلاجة خليلي ولا ويا بنطيني فلوس وعندي السات حتى رسالة بالتليفون كل شيء عندي وعندي المكاتب اللي اشتريت بيها هاني تعبت فما عندي غير الله وانت ان شاء الله الله موجود الله موجود يا والله يا ابني ما حد يشتغل مثل شغلك يعني الصراحة الناس يعني الصدق يعني من يحمدون بيك انا بعد اليوم بعد قلت ما بيها عاد والله قالوا لي دار الفرح فاجئت افتار شو اسوي؟ ما عندي شرف ولا عندي فلوس شرف امي على راسي انت الشرف يعني. نفس الوقت راح تعيشين يمي باذن الله طول عمرك يا يمي معززه مكرمه وكنا نمشي بهذه المعامله الحين ما ترجعين ان شاء الله يا ربي لي وظيفتك انه يطلعوا لك راتب تقاعد تعيشين منه ما بقى الله وانت من حياتك ومن عمرك باذن والله الله والله صارت 13 سنه ركضت مليت من عندهم مو دائره عندهم الماده فوق كل شيء عندهم المادة ما طيب والمبادئ والأخلاق والشرف أنت تحكي بالمبادئ يعني والإنسانية من يشوف مرة كبيرة ما عدا أحد مقطوعة من شجرة ومتبهذلة خل عبالك يلا 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 ذيك المرة جايب لي شرطة واحد واقف منه واحد واقف منه أحمد عبد الرزاق يا بخير قال لي أنت أمجاد كاظم قلت له نعم أنا أمجاد كاظم قال لي أحمد جاب شرطة ممنوع تبقي قلت له أنا موظفة جاي أراجع على رقم التقاعد يلا طلعوها طردوها برا زين ليش طردوش طردوني لا تبقين ما تبقين بالدائره زين انت احمد لا متى احمد يعني عباك انا اسكت من حقي انا الله جابنا على هل ابن الحلال وهالرجل اللي ما يقبل الغلط كل الاسماء اللي ذكرت الرد مكفول بهذا الموضوع دون عمرك يعني. بنفس الوقت حقيقه نطلب نتدخل الوزير وزير التجاره حصرا بكشف الحقيقة عن الحاجة ومدعاء لأن بحتالي أنه هي لا حول ولا قوة انفصلت في ذاك النظام وانفصلت في هذا النظام والآن هي ما عدا حتى سكن ما عدا حتى مكان ومن المستحيل أنه يجاز الإنسان بهذا العطاء ومن المستحيل أنه يجاز الإنسان بنهاية خدمته بهذا الفناء على الأقل خلي يكون في داخلنا شوية رحمة مع الآخرين باشر عقبة كلكم معرضين لهذا الموضوع احنا ما نريد ان نقصي حقيقه لان هي ما مراجعه خلال هذه الايام لهذه الوزاره الجديده وربما الوزير الجديد حتى ما نطغي عاليه بالكلام ونقصي عاليه بالكلام اتمنى يكون هنالك رد من خلال وزير التجاره واستصحاب هذه الحاجه حتى يجي يدخل بالقضيه ويحلها باذن الله يا ربي او تحيلوها للتقاعد اما ان ترجعوها موظفه تداوم سنه حتى التقاعد يكون هو مستحق لها وكان الله يحب المحسنين ليش تبقى هي تدعي عليكم ليل مع نهار هاي المرأة؟ ليش تبقى انه هي مظلومة ليل مع نهار؟ وبالاخير انه هي وزارة هذه تابعة للعراق طبعا، تابعة لهذه البلد وسيادته وتفاصيله، فكلكم هنا مثل كرسي الحلاق. اليوم باقين وباشر رايحين. فعلى الاقل خلينا نتعامل بحسن وطيب مع الاخرين حتى الله سبحانه وتعالى يباوع بكم في كبرتكم. ان شاء الله يا امي خير تدون عمرك يا امي باذن الله سنطلع ان شاء الله يا رب للدار تعيشين يمي تدون عمرك ان شاء الله ما تحتاجين لي احد لا تحتاجين لي اخت والله ولا ما زال موجودين ناس طيبه مثلك ان شاء الله ان شاء الله تأمرين ما يمر عليك يلا باذن الله نتوكل تدون عمرك يا امي ام دعاء زوجها اخذ منها بنتها وبيوم وليله هاجر من البلد وما خلى أي أثر وراه وصارت تبحث عنه بكل مكان وتطلب النجدة وبالأخير لا الزوج ولا بتها لحد هذه اللحظة هي ما تعرف أثرهم وين وصارت تتنقل من بيت لبيت
يوم يم الأخت، يوم يم الأخ، يوم يم الأخت الأخرى، وآخرها أنه عظم بني آدم ثقيل. الكل قالوا لها طلع من البيت وما لش مكان هنا، وصارت بلية جدوى. أختم دعاء وتوجهنا إلى دار بالوالدين يا إحسانة، حتى إن شاء الله يا رب تعيش يمنا بخير وصحة وسلامة وبركة. وهذه هي رسالتنا. أثناء تواجدنا بداخل دار بالوالدين إحسانا لرعاية المسنين، طرقت الباب امرأة مسكينة كبيرة بالعمر تبكي بحرقة وحصرة، ونظرها كلش ضعيف وتتكشى، ويا دوب ابو التاكسي جابها بباب الدار، وهاي المرأة تطلب الإنقاذ من الضياع. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلون أخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك. شو من أنتِ؟ أنا أم قسور. على رأسي. ابني الكبير اسمه قسور. إي. وآخر بنية عندي اسمها نور. البنية الأخيرة جبتها من هذا زوجي الثاني، مو من زوجي الأول. زوجي الأول خلفتني عنده أربعة. ثلاث أولاد وبنية. ما أعرف شنو سالفتهم، بس اللي أفتهم أنا اللي افتهمته من عندهم، حسيت بهم بأنهم ما يريدون هذا الرجال الثاني. إحنا ما نريده. على يا أساس تزوجتي؟ زين أنا من تزوجت ما تزوجت، يعني ما تزوجت بدون رضاكم، أو مو بدون رضاكم، هي بدون رضاهم، خل أقول لك إياها بدون رضاهم. بس ما عرفوا، ما عرفوا شلون يحتووني نهائيا، ما عرفوا شلون يحتووني. بس فهمين مقصوة. أنت أول بداية تزوجتي من كنت صغيرة؟ ابن خالي. طيب ايش قد خلفتي منه؟ أربعة. أربعة. إيه. أربعة. وين أبوهم؟ وين موجود؟ طلقني. انفصلت يعني؟ انفصلت من عندي. الأولاد ظلوا يمك لو يمك؟ الأولاد كلهم كبار، كلهم كبار مو صغار، لأن أنا عرفتهم هم كبار، يعني كل متزوجين وعندهم عوائل. تمام. زين جيت النوبة ورا ايش قد بقيت وتزوجت الثاني؟ سنة تقريبا ورا طلاقي من الأول. إيه. ورا طلاقي من أول سنة ورجع ورحت على هذا الثاني، تزوجني هذا. ايش قد خلفتي منه؟ طفلة واحدة. إذا جد عمرها؟ أسا عمرها 10 سنوات. أسا عمرها 10 سنوات. طيب وين الزوج الثاني؟ موجود؟ هم طلقني، هم عافني طلقني. طيب وشنو اللي صار بعد؟ البنية وين راحت؟ البنية عند أبوها ما يقبل يطينيها. صالش قد إلي أبو حليل معودة طيني البنية، طيني البنية عدة شغلة، باق مستمسكاتي، باق غراضي، باق كل شي اللي لي، وخلاني سنة كاملة يما بالبيت. وهاي الحكي زوجته ما تدري بيه، أنا يمه بالبيت. ومو يمه يعني يمه لا عرفه ولا يعرفني، لا يمه على مود الطفلة. ورا السنة طلعني ببيت إيجار، تفهمني؟ يعني ما أعرف، مثل واحد المخبال، مثل عقل ما شايل، عقل ما أدري شبيه، أذاني حيل أذاني. هذا الحكي كله بشفة، وضرب السكاكين اللي كان يضربني إياه بشفة واحدة هنا وحدة هسه ضربني بظهري، شاق ظهري هالقد، هاي قد سكين بظهري. طيب ورا ما انفصلت منه انت وين رحتي وين رجعتي؟ ورا ما انفصلت من الثاني؟ ايه. ورا ما انفصلت من الثاني اخوتك اهلك اخواني كل شيء ما يدرون، كل شيء ما يدرون. واحد يحكي هل الله ليش كذب بقول لك لا او يدرون او هذا، لا ما يدرون، كل شيء ما يدرون. انفصلت من هذا الثاني. ظليت يمه الى ان كملت. وين ظليت يمه؟ مو يمه لا، انا ببيت، انا ببيتي اللي هو اخذه من عندي، باقه من عندي، وهو بيته، البيت هو اللي أخذه من عندي، وأني بالبيت الإيجار اللي قعدني بيه، تفهمني لو لا؟ تمام. زين أنت من أجرت لي؟ من أجرت لي قلت لي راح تظلين بهذا المكان إلى أن الله يحلها، مو صحيح؟ كان يقول طلع لي كل شيء طعنه براسي وجاني، والله يا خالة كل شيء ما أقدر، أتعب والله أتعب من الحكي.
يعني هاي المأساة اللي مريتي بيها كلها انت؟ قلتوا فيها الكبر وعلى راسي احنا. هذا الثاني؟ الثاني دمر حياتي، نهاني نهي. وين تعرفت عليها؟ وين شفتيها هذا؟ تعرفت عليها من اشتريت البيت مالتي، البيت الثاني اللي اشتريته، بيت بحي التراث اشتريت. اشتريت بيت ب 53 مو 53 مليون عفوا، انا بعته ب 55، بعته طلع لي كاش يا طن. المهم اشتريته من المره ب 55، ايه بعته ب 33 من ورا زوجي الثاني، من ورا اقول له ما اريد ابيع، قال لي ماكو الا تبيعي، خلاني ابيع. تالي ما حصلت لا فلوسي ولا البيت مالتي ولا كل فلوس. وين راحت؟ اكلهم، هو اكلهم، كلنا اكلهم. راح اتزوج بيهم. هو اصغر منك اكبر؟ اصغر من عندي 8 سنوات، اصغر من عندي 8 سنوات. طيب تعرفتي عليها انت؟ اي نعم. وصارت هذه العلاقه وراها تزوجته انت وانت ما خلصتي من البنيه. طيب خلصت. اولادك الاربعه ذولاك ايش بيهم؟ متواصله وياهم؟ متواصله بس ويا كبير. ايش قد عمره كبير؟ مالي 89. كبير رجال كبير. وش قال لك؟ شو احكي؟ ما قبل، قال لي يما شلون يعني هسه انت راح تخلينا بحكايه يعني بحق اللي يسوي ما يسوى. قلت له شو اسوي لكم؟ انا ما بايقه، انا تزوجت عاد سنه الله ورسوله، وعقد الزواج عندي وعقد الطلاق هم عندي هسه. وراسه وين صفيتش الدهر؟ وين جتنا الرحين؟ وين تنامين؟ وين تقعدين؟ طلعت اسمعني، طلعت من يمه لميت غراضي كلها ورحت البيت اهلي. اهلي ما قبلوني، قالوا لي من قبلك، اضطريت اجي لهنا. الله. اي والله. ليش ما قبلوا اهلك؟ قالوا احنا قلنا لك لا تتزوجين هذا الادمي، ليش اخذتي؟ ليش عانتينا ورحتي اخذتي؟ فما لك مكان. ما لك مكان بعد يمه. رغم انه اهلي واخواتي، اخواتي بالاخص اختي الكبيره الله يستر عليها. مو هنا المشكلة، ها كلها بشفتها. مو هنا المشكلة أنا سويت عليك مكاتبة بيع، وأني منطيتك الفلوس، بايعتني، بعتني بيت 56 متر. ليش ما ترضى تحول لي إياها؟ صار لي شقد. هذا منو؟ هو الثاني ما ديق فلي حول إياها، واحد كل حكايه والثاني انا شرطي اقدر كل شيء اسوي، شرطي انا العب ليش طوبه، والله خليهم كلهم خليهم يركضون وراي. زين هذا الحكي شنو اسلوبك؟ هذا اسلوبك ليش تحكي وياي؟ دا احكيك بكل ادب، ومن نحكي وياه بالادب يقوم يصيح علي، يصيح صياح يعني مو طبيعي. حتى المنطقه قام يصيح من عنده. هو شو يقول لي؟ يقول لي لا المنطقه قام يصيح من عندك. قلت له انا ما عندي صوت بالمنطقه، المنطقه ما تعرفني، شلون المنطقة تحكي علي؟ طيب وانت مو بعتي البيت واخذ فلوسه؟ بس شنو بعد تردين يحاول لك؟ لا يا بيت البعته. مال حي التراث. اسمعني امي، انا ترى مو عبالك درهم ودرهمين، انا عندي خمس قياعين، كل قياع بعتها ب 200 مليون، وهو يدري، وهو اخذ من عندي المكاتبات، ما يرضى يعطيني اياها. يا برد اروح ابيع، ابدا اكمل البيعات مالتي ما يقبل. كلهم بعتيهن؟ كلهم بعتيهن. كلهم اخذهن؟ كلهم اخذ فلوسهن. وحولتوهم للعالم؟ شلون؟ حولتيهن للعالم؟ لا ما حتى تحويل لحد الان ما محوله للناس. ليش؟ لانه زراعيه. اها. اي. ارض زراعيه. اعطاني اياها ابوي باعتبار ابوي الله يرحمه والديك. ابوي ملكني اياهم، خمس قياعين لاختي، خمس قياعين لاختي الثالثه. والباقي الاخوان لا، كل من 1000 متر 1000 متر، العفو اكثر من هذا، اكثر من الخمسه، اكثر اي يعني 10 قياعين هذا الكبير والثاني والثالث 10 على 10 قياعين. واحنا اخذنا الخمسه، شو استفادتي منهن؟ هو اخذهم كلهن فلوس، كلهن اخذهم. لو مضيت الاولاد ايش خطيه؟ اي هو قلت له مو انا قلت له، جيت اتفق وياه قلت له اعطيني فلوس خليني اشتري لي بيت اريد اقعد وليداتي بيه. هو من سمع وليداتي عقله قام يشتغل، هو من نوع النرجسي بحت يعني. هو عنده اطفال متزوج سابقا؟ لا قبلي كان متزوج بس ما صار عنده طفل من عندي، صار طفل اول.
من عندي صار الطفل الأول. طفلتي هسه هاي الكبيرة اللي 15 سنوات عمرها هي هاي الطفلة الأولى إلي. وش قد أخذ منك فلوس تقريبا بالمجمل؟ مو هو أخذهن على شكل شلون دفعات، شلون دفعات أخذهن بالضبط. أنا مكاتبات المتكاتبة وبي وياهن، بي وياه 50 بـ50 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 بنص نص الخمسين يعني شقد؟ 25 لا 50 بـ50 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 إذا 100 200 هاي 200 بحدود 300 لأنه أنا اشتريت البيت مال حي التراث وبيعني إياه وأخذت. شو سوى بيهن ذن الفلوس كلها؟ ما هو راح أزوج بيهن ما أعرف، لا أدري سوى بيهن ولا أعلم، ولا أدري ولا أعلم. وبالأخير قاعد تقل حديدة صح؟ بالأخير طيب بالأخير قال لي يلا دي. وأخوه أخوه ابن أمه وأبوه قال لي، قال لي ترى إجا ماخذك هو طمع بيك، ترى طمع بيك. زين قلت له ليش ايش بيه ناقصة إيد ناقصة رجل مو طويلة مو حلوة شنو سالفته؟ قال لي والله أنا أقول لك طمع بيك. أخوه كبير، أخوه اللي اسمع علاوي، أخوه هو اللي قال لي، قال لي ديري بالك من عندك ترى راح يفلسك يطلعك باي باي. وهذا اللي صار. اي صدق صار صحيح صحيح. هسه أهلك ما يقبلون؟ أهلي ما دايرينني ولا هو؟ هو ما يريدني نهائيا. طيب ولا نهائي. الأولاد؟ لا الأولاد أنا أقول لك يريدوني مو ما يريدوني، بس يعني دي يحاولون هسه دي يلمون السالفة، بس يريدوني يقعدوني ببيت، يريدوني يقعدوني بمكان. قلت لهم أنا حتى لو يم ابني الوسطاني أو حتى لو يم ابني الكبير ريم أي واحد من عندكم أقعد ما يخالف. هسه دي اليوم خابروني، اليوم خابرتني العفو شنتي قالت لي عمة نحاول ندبر لك مكان وتجين تقعدين ويانا. جزاهم الله خير. أم قصور زوجها زواج ثاني، وهذا الزوج الجديد حسب كلامها أخذ منها كل ما تملك من قطع أراضي وأيضا فلوسها، ومن قعدها على الحديدة قالها أنت طالق وطلعي برا بعد ما لك مكان هنا. هو هذا جزاء الإحسان؟ شلونك انت؟ شلونك انت؟ طول عمرك زين ان شاء الله. الله بخير طول عمرك. يوم تعبتك وياي؟ لا بالعكس يوم. الله يحفظك. احنا ما نعرف شلون نشكرك، شو الله يوفقك يعطيك الله يوفقك ان شاء الله يطول. وين نلقى هيك قلب وهيك انسان؟ وين بدو العين ان شاء الله يبارك يحفظ شبابك وعافيتك بجاه ان شاء الله يا رب تبقى ايامنا معززه مكرمه وما يكون خاطركم الا طيب. الله يرضى عليك يا يوم. الله يوفقك. الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا رب ترجعين للدوام. والله بعد الله وانت بعد ما عندي غير الله وانت ترجعين للدوام ان شاء الله. ترجعين وظيفتك دون عمرك يا استاذ. اذا مو للدوام على الاقل انه ترجعين لي او تاخذين مستحقاتك مال تقاعد مال كذا تعينين نفسك بها اشيائك. دون عمرك بوجود الله وجودك الله يوفقك باذن الله. باذن الله امي باذن الله. دون عمرك يا يما. الحمد لله. طبعا اليوم كانت هذه رحلتنا، هي رحلة مختلفة بين وبين، بين امرأة تعبت وجاهدت وقدمت وسوت وتعبت في سبيل انه هي تستمر بوظيفتها وتستمر بخدمتها، ولكن شاءت الأقدار في ذاك الزمان وتنفصلها لأسباب سياسية، وهي لا حول ولا قوة، ما لها ذنب. أخوتها كانوا معدومين أو محكومين أو كذا. هي أخت، ففي ذاك الزمن كان يشمل كل شيء، فتنفصلها لهذه الإنسانة وبقت قاعدة بالبيت لحين ما تنتظر الرحمة، أنه بركة الله عسى ولعل يسد باب ويفتح على الباب. وجاء الخبر أنه بعد سقوط هذا النظام ودخول بنظام آخر استبشرت خير وقالت الحمد لله والشكر، رجع الحق لأهله ورجعت الحياة مرة ثانية إلي. وفعلا رجعت لوظيفتها واستمرت بالوظيفة، ولكن تفاجأت أنه تنفصلها مرة ثانية، ولكن هاي المرة والطامة الأكبر أنه باعوا درجتها الوظيفية. يعني مو أسباب سياسية مثل ما تنفصلها سابقا، لا هاي لأسباب مادية، هاي لأسباب أخرى، باعوا درجتها الوظيفية وهي في داخل الوزارة، وينباع الاسم وتعين واحد في مكان اسمها
بمكان درجتها وهي خلاص ينتهي الموضوع فيما لا وليش الله روح يدعي علينا. ما اكتفت بهذا القدر بل كان القدر أكثر ألم وأكثر قسوة أنه الكل تخلى عنها وبالأخص أنه هو الزوج والحبيب وكل شيء أنه قدر أنه يأخذ بيتها ويغادر خارج العراق من 2005 لحد هذه اللحظة هي ما تعرف عنهم وين، ما تعرف بيتها ميتة عايشة محتاجة بمحتاجة. الأب هذا شنو قال لهم أو شنو قال لبيتها؟ أمش موجودة، أمش ماتت، أمش بيها شيء. فأكيد أسأل بنية كبيرة تتساءل أمي وين. فهذا الفراق اللي صار بيناتهم أكيد أنه أثر عليها نفسيا وجسديا، وبالإضافة أنه تم إنهاء خدماتها وفصلها من الدوام وباعوا درجتها الوظيفية، فما عدها حد بعد. وعظم بني آدم ثقيل، صارت تروح للأخت تتحملها يومين ثلاثة بالزايد شهر، ولكن ورا الشهر الوجوه صير ثقيلة ولازم تشوف مكان آخر حتى إذا كانت أختها. تروح للأخ نفس الحالة، منو يتحملها؟ ما حد يتحملها. بحين ما قررت خلاص أنه تواجه هذا المجتمع بكل قساوته وتواجه الشارع بكل وحشيته، وهي إنسانة واعية وداركة ومثقفة وخريجة وموظفة، وصلوها لهذا الحال. إن شاء الله يا رب القادم يكون أفضل بالنسبة لها بإذن الله يا ربي. أما قصة قصور فهنا تسكن العبرات للأسف والله، إنه هذه الإنسانة بعد ما كانت متمكنة ماديا جاء رجل ظهر أبيها بحياتها مثل الأفطر، من يخرج بالقاع ويدخل في هذا المكان ويأخذ حيز من المكان. دخل هذا الرجل هو طامع بيها وقدر أنه يبيعها كل الأراضي اللي كانت هي وارثتها من أبوها، والأكثر من ذلك إذا ترفض فهو يعذبها شد العذاب من ضرب وإهانة، وتروح تشتكي حسب ما تقول ما حد يشكيها لأن هو المجنى عليها والجاني العفو، لأن هو الجاني شرطي فيعرف التفاصيل كلها. فهنا المثل يقول كيف تشتكي أذرة قمح إذا كان القاضي دجاجة؟ هي أذرة قمح شلون تشتكي والقاضي دجاجة؟ فهنا المشكلة لا حد شكاها ولا حد إنه قدر إنه ياخذ حقها، وبقت هي بين المطرقة والسندان، هذا يضرب منا وذاك يضرب منا، لحين ما اضطرت أنه باعت كل أملاكه في سبيل أنه ترضيه، وآخرها طلقها وشمر غراضها بالشارع وأخذ بيتها غصبا عنها. وين تروح؟ رجعت للأهل قالوا لها ها أسد ذكرتينا شوفوا ليش مكان آخر. وهذه هي القصص وهذه هي الحكايات اللي توصل لنا، حكايات مؤلمة، ولكن مرات يقولون أنه غلطة الشاطر بألف، شاطر من يخطأ الخطأ مالته بألف خطأ. فكان المفروض يكون هنالك قرار صائب من قصور، ولكن هذا اللي صار. إن شاء الله يا رب يعود الحق لأهله بإذن الله يا رب، وترجع أنه هي سعيدة مثل ما كانت سابقا. أما بالنسبة لنا فإن شاء الله يا رب راح يعيشون يمنا هنا بخير وصحة وسلامة، يعني مستحيل أنه يبقون بالشارع مهما كانت ظروفهم، وإذا أهاليهم ما استقبلوهم فإحنا أهل لهم، وهذا الباب يتسع للكل. وشرف إلي أمانة أن يكون هنا قاعدين يمي معززين مكرمين، ومستحيل أخلي أي إنسان مهما كانت نسبة القربة لهم أنه يهينهم أبدا، أنهم مرفوعين الرأس بإذن الله ويعيشون يمنا بخير وصحة وسلام. هذه رسالتي وهذه كانت حلقتنا لهذا اليوم. يا ربي صحة وعافية للكل، وجمعة مباركة عليكم، وأشوفكم إن شاء الله يا ربي دائما بسعادة وابتسامة. في أمان الله. هذه هي رسالتنا الإنسانية. الحمد لله اليوم تم إنقاذ أم دعاء وأم قصور.
راح يعيشون يمنا ان شاء الله يا رب بخير وصحه وسلامه، لا تعرفون الاجواء كلش حاره خارج الدار، ومستحيل البشر يقدر ان يوقف اقل من دقيقه واحده تحت اشعه الشمس. طيب كيف الانسان يقدر يعيش جواها بلي ماوى وبلي سقف؟ فشكرا لله على هذه الرساله الانسانيه والرحمه، وان شاء الله يا رب راح يعيشون يمنا بخير وسعاده وبركه وطيب، والحمد لله على كل حال.